بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو نعمل طريقة كيف نخلي بطاقات على فيديوهاتنا في اليوتيوب. ندخل على القناة، ندخل على قناتنا الاستوديو يوتيوب، بعدين دخلنا على استوديو يوتيوب، دخلنا على استوديو يوتيوب، ندخل على فيديوهات، يفتح معنا الفيديوهات. ندخل مثلا انا اخلي بطاقات على هذه الفيديو، ندخل على القلم هذا تعديل، دخلنا على الفيديو هذا مكتوب الوصف والشغلات، ننزل تحت هذا البطاقات تحت الشاشة النهائية والقوائم التشغيل شايفة، نضغط عليه فتحنا هذه النافذة. ماشي، كيف نضع بطاقات؟ هذا بطاقات، هذا العلامة الأبيض اللي تطلع على الفيديوهات، يعني إذا أحد شافه وقراها صدفة مثلا أو وما يتفرج على الفيديو يشوف البطاقة ويدخل على الفيديو الآخر أو عجبه أو شاف شيء. نخلي مسافة، مسافة قصيرة، شوف نضغط على فيديوهات طلع لنا الفيديوهات. ماشي، مثلا أنا أخلي هذا هذا شايف هون وضعت بطاقة، وأخلي هون بعد بطاقة، إلك حق 5 بطاقات من القائمة التشغيل أو من الفيديوهات. أنا أخلي من الفيديو هذا، هذا كمان أدخل مثلا أخلي هذا الفيديو كمان شايف، وأعطي مسافة آخر وأضغط على الفيديوهات كمان، أخلي هذا الفيديو. كل ما تخلي مسافة عندك حق 5 بطاقات تخلي على، أخلي قائمة تشغيل واحد يعني، وهذا قائمة تشغيل، وأخلي هذا آخر بطاقة أخليها من الفيديوهات. ماشي، مثلا أخلي طريقة ربح من فيسبوك، هذا 5 فيديوهات، أنا حاط 5 بطاقات على فيديو واحد. نضغط على حفظ، هذا حفظ البطاقات. ندخل على القناة حتى نشوف البطاقات كيف شغالة. هذا قناتي، أدخل على الفيديوهات، مباشرة دخلت على الفيديوهات. أنا عملت على دعم قنوات صغيرة بصورة شرعية، أنا أخلي على أشوف شايف أول ما فتحت الفيديو شوف العلامة هون، هذا العلامة باقية لحد آخر الفيديو، يعني كل ما ساف هذا نضغط عليه مثلا خليه يتكلم تكمل. خلينا نوقف الفيديو، شوف البطاقة الأبيض هون شايفة، نضغط عليه شوف هذا البطاقات أنا خليته 5 فيديوهات أنا خليته على مثلا شخص اخر بده يدخل على فيديو اخر بانه يضغط على هذا يشوف شوف موجود ما موجود شيء مثلا يخص او يعجبه شيء، يتفرج كمان على فيديو، هذا يزيد عندك المشاهدات كويس كمان. والبطاقات هذا موجودة كمان باستوديو يوتيوب، اذا تريد مثلا شخص يشوف البطاقات كيف الناس يدخلون على بطاقات من استوديو يوتيوب حتى يتأكد. خلينا ندخل على الأحصائيات حتى نتأكد من البطاقات، شوف يعني تفاعل، ندخل على التفاعل، أي في التفاعل، هذا أهم بطاقات شايف، هذا بطاقات، شوف هذا الشخص ضغط على بطاقات حتى يتفرج على هذا الفيديو، وهذا كمان دخل على، يعني عندي بقناة الثانية كثير من الناس داخلين، يعني أكثر من 20-15 شخص داخل على هذا الفيديو، 10 داخل على هذا الفيديو، يعني هذا بطاقات كمان ينفع كثير كثير.
أرجو أن يعجبكم الفيديو، طبقوا هذه البطاقات وخلوه على فيديوهاتكم، هذا ينفعكم كثير. ولا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى الفيديو القادم.